اهلا بيكم مع فيديو جديد، معاكم محمد يحيى. في الفيديو ده هتكلم عن ويب سايت ظريف جدا خاص بشغل الاي اي، وهو promeai.com. تمام. طيب، هو الويب سايت طبعا مش مجاني، بس انت لو عملت عليه اكاونت ودخلت عليه تقدر تستخدم الخدمات بتاعته كلها. بس هيقابلك مشكلة صغيرة، ان الريزولوشن بتاع الصور اللي حضرتك بتطلعها بتبقى فيري لو كواليتي. بس طبعا هي ليها حل، انك انت لو عندك اي برامج من حاجات الاي اي زي مثلا توباز اي اي او اي اي فوتو انهانسر، وهتلاقوا انا في اي اي فوتو انهانسر اللي انا هستخدمه دلوقتي في الفيديو ده، سايب اللينك بتاعه موجود في قناة التليجرام عندي، هتلاقوه في اول لينك، تقدر تخش تعمله داونلود من هناك وتشغله عادي. خلاص، هو مفيد، هتقدر تستفيد منه انه يكبر لك حجم الصورة والكلام ده كله. طيب، هو الويب سايت باختصار، انا دخلت عملت اكاونت عليه، بتلاقي الاوبشنز بتاعتك موجودة هنا. من ضمنها ايه؟ تقدر تغير لو عندك صورة سكتش تدخلها، يحولها لك، هو يرندرها لك كصورة تطلع معمول لها ريندر، مش محتاج انك انت تعملها موديلنج وتبنيها على 3 دي وترندرها. تقدر، فده طبعا يفيدك انك لو عندك فكرة حاطط سكتش وعايز تتخيل شكله مترندر بكله، تقدر انك انت تتخيل شكله. تمام. من ضمن الحاجات التانية اللي هو كرييتيف فيوجن، لو انت عندك مود معين لصورة عاوز تخليه يتطبق على الصورة بتاعتك. طيب، عشان ما اقعدش اشرحهم واحدة واحدة، خلينا نبتدي كده نجرب. تعالوا نجرب السكتش ريندرينج ده. مثلا ده سكتش انا كنت منزله عادي، نازل من على النت عادي، سكتش ما فيهوش اي حاجة ولا مترندر ولا اي حاجة. خلاص، حاجة اقول له هنا، بيقول لك انت المودز اللي انت شغال عليها، انت شغال برودكت ديزاين، شغال انتيريور مثلا، انتيريور ديزاين، طب انت شغال باث روم، ليفنج روم، بيدروم. فانا مثلا حاجه اقول له بيدروم، هنا بيديك الستايلز بتاعه الاضاءات اللي انت عاوزها او الريندرنج اللي حضرتك عاوزه. خلاص، فانا مثلا شايف، اختار المود، ممكن تختار من هنا على طول المودز المختلفه. ممكن انا خليني في المودرن مثلا، اجي اقول له حاجه زي كده يبقى فيها ايه، سان لايت. تمام، اخترنا المود اللي هو ده. هاجي من تحت بقى ريندر مود، ده اللي هو بيقول لك ايه، هنا بيقول لك اكيوريسي ويز كونسرفاتيف يوز اوف ايماجينيشن، يعني بيبقى فيها شويه حته خيالي، بتديك شكلها ستايلها كده ارتستيك شويه او كرتوني شويه. خلاص، هنا ده اللي هو الكونسبت جود ريزلت ثرو كرييتيف ساكريفايس اوف بريسيشن، ده الستايل بتاعه بيبقى واقعي شويه، يعني ما فيهوش اللي هو الايه الحته الارتستيك. خلاص، الاوتلاين ده برضو بيبقى فيه شغل ستايل اوتلاين شويه. يعني بصوا ازاي، مش عايز اطول عليكم، هي بتبقى زي مودز بتختار شكل الصوره اللي هتطلع ارتستيك، لا شكلها رياليستيك شويه، الكلام ده كله. طيب، خلينا نجرب اللي هو الكونسبت مثلا الستايل ده، وبعدين لو انت عاوز تضيف شويه حاجات، يعني ممكن اقول له مثلا ايه، مورنينج سان لايت مثلا مود. اكتب له سان لايت مود مثلا يعني. خلاص، وورم، ان هو تبقى الاضاءه بتاعتك ايه، وورم مثلا، انت عاوز المود بتاع الصوره. خلاص، ممكن تكتب اكتر من كده، بس انا يعني هكتب حاجه سريعه ونعمل جنريت. طبعا لو حضرتك مشترك عليه ما بتقعدش كده اللي هو الكيو ده اللي هو تفضل قاعد ويتنج كده، لا بتستنى شويه لغايه ما بيطلع لك ايه الصوره. بصوا، دي كلها مودز، خلي بالكوا يا جماعه ان ده سكتش، ده معمول سكتش، يعني ده سكتش، شوف هو عمله 3 دي ورندر. تمام، فتقدروا بصوا كل الستايلز مختلفة، تقدر تعمل داونلود. بصوا دي ريزولوشن للأسف اللي هو بينزلها، اللي هي 600 في 683 في 383، فأنا ممكن أعمل لها داونلود عادي، بتنزل عندي وهروح جاي أقول له هاتها لي كده. وطبعا أنا منزل برنامج الـ AI، فهقدر إيه أعمل لها أبلود عليه، هيكبرها لي من 600 ل 2000 في 1000 وحاجة. أنت ممكن بعد ما تعمل لها سيف بالمنظر ده ترجع تاني تاخدها وإيه وتنزلها، تعمل لها تدخلها تاني عليه بعد ما بقت 2000، فتبقى أكبر وأكتر كمان. خلاص، أنا ممكن أجي أقول له بقى المود اللي أنا عاوزه، لأن هو برضه ليه إيه، ليه مود تقدر إنك أنت تظبط بيه الصورة والكلام ده كله. فممكن مثلا أقول له خليني أشوف المود ده حاجة زي كده، نشوف شكله مثلا على الكرسي. تمام، طيب حاجة زي كده ممكن اقول له تمام، وحاجة اقول له ده المكان اللي هتتعمل لها سيف. البرنامج ده انا شرحه بالتفصيل، هتلاقوه موجود على التشانل بتاعة اليوتيوب، وممكن اطلع لكم اللينك بتاعه في الاخر خالص، اخر الفيديو اللي بيطلع لك البوب اب بتاعه. خلاص، عملت له سيف. تعالوا كده نفتح الفيرجن اللي احنا عملنا لها، كبرناها اهي، تخيلوا ان دي الصورة كانت عبارة عن سكتش واتحولت لحاجة كده معمول لها ريندر بالطريقة دي. فطبعا لو عايز توريها للكلاينت، طبعا مش عارف اقول هو وقت الرندر يعني كده خلاص مش هنرندر تاني ولا ايه، بس طبعا انا شايف ان هي بتخدم علينا في المجال. تمام، طيب ده مثلا حاجه زي كده. طيب نرجع تاني للويب سايت بتاعنا اللي هو كرييتيف فيوجن. ده ميزته في ايه؟ انك انت بتقدر تقول له انا الصوره اللي انا مثلا جبتها انا عايز اديلها ستايل معين. فمثلا تعالوا نجيب الصوره اللي احنا عملنا لها رندر اهي، هيعمل لها ابلود.
انا عايزة تاخد ستايل معين، ستايل الالوان، ستايل المود نفسه بتاع الصورة دي اللي هو كرييتيف فيوجن، ودي حاجة لسه جديدة. تمام، خليه بيعمل ابلود طبعا عشان الصورة دي عاملها كبيرة، اللي احنا لسه عاملين لها ريندر ومكبرينها دلوقتي. فخلينا عبال ما بتظهر اهي، دي الصورة بتاعتك، ده الستايل اللي انت عاوزه. فانت لو جيت قلت له سيلكت ستايل، ده بيجيب لك ستايلز، بصوا دي مودز مختلفة تقدر منها تختار، بيطلع لك مود الصورة بدرجات الالوان دي، عامل زي بالظبط كده لما تيجي تعمل ريندر بالاتش دي ار اي. فانا بدل ما استخدم الحاجات الجاهزة، بصوا هنا في تشيلدرن، في مثلا لاندسكيب اركتكتشر، طبعا ده حلو قوي في حاجات اللاندسكيبنج والاوت والاكستيريرز، يعني تقدر تختار مود معين هوريها لكم برضو دلوقتي. بس خلينا حاجة اقول له لا انا عاوز بدل ما هي كده، هقول له كاستم، انا عايز اختار انا مود بتاعي. مثلا انا منزل اوضه بتاعت جيمنج كده سيت اب اللي هي درجات الالوان بالمنظر ده، تعالوا كده لما نشوف دي بلس دي تطلع لي ايه. وبرده هنا الستايل بيقول لك انت كل ما تقرب اكتر كل ما تاخد من المود ده اكتر، هي في الوسط خليها في الوسط. وده هنا المود بتاع ريندر اوت لاين برده، ولا سبيس، ولا كونسبت، خليها في الكونسبت خلاص. وحاجه اقول له جنريت، بص هيعمل ايه في الصوره. بص كنت مجرب صوره تانية تحت كده، بص عملها لي ازاي. طبعا مش قادر اقول لكم الموضوع اختيار بيوفر علينا وقت، انا شايف ان الاي اي بيوفر وقت طبعا، وقلب الاوضه حاجه خزعبليه كده، بس طبعا ايه يعني هو على اساس الصوره انت مدخلها. بصوا عملت لها، عمل لها داونلود برضو اهي، وتعالوا ان انا احولها برضو على البرنامج ونشوف هتبقى شكلها عامل ازاي. انا بس بكبرها عشان الناس تقدر تتخيل شكلها. هيخلصها بمجرد ما بتغسل بتغ بتغ سوري بتخلص هتجيلي بقى بالمنظر ده. تخيلوا دي نفس الاوضه، هو خد من درجات الالوان بتاعت كل حاجه وحطها لك، اداك الستايل ده. تمام، ممكن بقى تعملها بشكل تاني طبعا، انا جبت حاجه ارتستيك قوي، فممكن ساعتها اقول له لا والله مثلا انا عاوز الصوره بتاعتي بدل ما هي ايمج ستايل كده، حاجه اقول له والله لا مثلا انا عاوزها هضيف، واروح اختار مثلا مود بالليل ده، ده المود بتاعي خلاص. و هو طبعا الصورة راحت، فانا هرجع تاني اقول له كده، واجي اقول له دراج ودروب، احط الصورة بتاعتنا تاني هي هي اهي. وخلينا نغير الستايل دلوقتي يا مانيوال، هختار بقى مود حاجة بالليل، بلاش حاجة تبقى الوان قوي كده، يقلبها لي بقى نايت يعني. لا هي مثلا المود بتاع بالليل ده، ده الستايل. فتعالوا نشوف دي لو هيقلبها لي بالليل هتبقى عاملة ازاي. اقول له جنريت، بصوا خد نفس درجات الايه الاضاءة بتاعتنا. تعالوا كده نبص لأقرب حاجة، انت ممكن تقوله جنريت تاني على فكرة يعمل لك صور جديدة. تمام، حتة ان هو بفلوس دي بتبقى بس عشان تنزل الصورة يعني حاجة مع ريزولوشن عالي. تعالوا بقى نبص مثلا دي اهي، وتعالوا ننزلها خليني اخدها واكبرها برضو على برنامج الاي اي بتاعي ونشوف هتبقى عاملة ازاي. ده المود بتاع الإضاءة طبعا، في مودز كتيرة، بصوا دي شكلها كرتوني أو كده، ممكن تختار حاجات تانية تخليها لك أوقع شوية. بمجرد ما هتخلص هتنزل طبعا، انتوا متخيلين يعني سكتش قلبناه وعملنا فيه كل حاجة ممكن تتعمل. بصوا كده هتلاقي ايه، هو ده المود بتاع الايه بتاع الصورة. طبعا هو عشان الصورة اللي انا جايبها اصلا كانت مورنينج، ففي شادوز وفي ظل، فطبعا هو ايه حاول يتأقلم مع الايه الصورة. بس طبعا احنا الكل ان احنا نوصل للريزلت دي، انا شايف في حد ذاته بصراحة ان ده اختراع. طبعا ناس كتير متأكد يعني بيقولوا خلاص كده احنا هنقعد في البيت، بس والله يا جماعة يعني انا شايف ان الاي اي الاصح انك انت تطور نفسك معاه عشان ما تخافش وساعتها تقعد في البيت زي ما انت بتقول، يعني حاول انك انت ايه تظبط الموضوع. طبعا ده نفس القصة، بيغير لك بقى الصورة لسكتش، دي ما فيهاش مشكلة. تعالوا بقى نشوف الاريز اند ريبليس، دي برضو ظريفة جدا. فمثلا عندي
صورة زي كده مثلا، سي انا عايز اشيل التويليت ده. بصوا هنا انت ممكن ريبليس في هنا الاوتو سيلكت، يعني مثلا تقدر تختار ده، تختار ده، تختار الغطاء مثلا ده. انا اخترت هشيل التويليت نفسه والظهر بتاعه، خلاص بمنتهى البساطة ممكن اجي اقول له ايه ريبليس، وممكن اقول له يعني ده عامل زي الفوتوشوب شويه، الاوبشنز الجديد بتاعت الفوتوشوب، ريبليس او ريكولر لو انت عايز تغير لونه. بس انا ممكن اقول له انا عايز ريبليس مثلا، تعالوا نجرب ايه، نقول له مثلا بلانت او جرين. ست خلاص، ويز فلاورز مثلا، تمام، جنريت. فالمفروض يشيل ده ويبدله لي بايه، بحاجه فيها زرع وورد وحاجات زي كده. طبعا ده قريب من الحاجات بتاعت الفوتوشوب الجديده، الاي اي بتاع الفوتوشوب اللي هو بيريبليس ويرموف ويغير والكلام ده كله، بس برضه موجود هنا على الويب سايت لو انت ما عندكش فوتوشوب وما عندكش وقت تقعد تعمله على الفوتوشوب. اهو بصوا، حط لي زرع، غير لي بتاعت زرع باشكال مختلفه، دي برضه تعتبر ظريفه. بصوا كده اهي، عمل لي ريبليس. طبعا حسب ما انت بتكتب له انت عاوز تعمل ايه، وبرضه نعمل لها داونلود وننزل. طيب الايمج فاريشن ده ظريف في حاجه بقى، ان هو بياخد المود بتاع الصوره بتاعك، يعني مثلا بصوا الصوره دي، وممكن يبتدي يغير لك في الستايل. يعني مثلا اقول له ايه، خليها مثلا مثلا تشيلدرن بيدروم، تشيلدرن، او خليها جيمنج بيدروم، نشوف هيكتب لنا ايه. ومثلا نقول نايت مود مثلا، هو بيعمل ايه، هتلاقيه عدلك ترتيب الدنيا على حسب اللي انت كاتبه له تحت. يعني بص هيغير لك ايه طريقة التوزيع، يعني بص كنت عامل انا التويلت، غير لك توزيع الاماكن الحاجات وحاجات زي كده. تعالوا نبص، بصوا عشان قلت له children bedroom فحط سريرين وغير. انا مش عارف هي ليها علاقه بالجيمنج في ايه، بس يعني هو الموضوع كله في الاول وفي الاخر بيبقى ليه علاقه بالانبوت اللي انت ايه بتدخله. يعني طبعا الباك جراوند ديفيوجن ده لو انت عندك برودكت مصوره بس بي ان جي تحطه، وهو يحط لك الباك جراوند اللي انت عاوزها. الاوت بيتنج، الاوت بينتنج ده اللي هو بيخليك تعمل زي افكتات على الصوره بتاعتك وانت شغال، انا ما جربتوش الصراحه. التكست افكت ده لو انت عندك حاجه ليها باك جراوند، هو بيحط لك تقدر تحط كتابه، بيديك افكت للكتابه معايا. طيب الاي اي ايمج جنريشن ده شبه الحاجات بتاعت ميد جيرني، اللي هو تكتب له اللي انت عاوزه يروح مطلع لك الصوره معمول لها ريندر. وهنا هنا ميزته ان هو ما فيش ليميت، يعني تقدر تكتب اي عدد من الصور، يعني ميد جيرني كنت بتضطر تكتبه ليك ليميت، بس طبعا انا بتكلم ان الريزولوشن ايه قليل. خلاص طيب، والتشات بوت ده اللي هو لو انت عاوز تكتبه عامل زي الشات جي بي تي كده، انك تكتب له قول له مثلا اكتب لي مواصفات بحث او حاجه معينه، يروح كده بيطلع لك مقالات، عاوز تعمل اعلان، الكلام ده كله. والريلايت ده انك انت بتدخل صوره تقول له اعمل لي ريلايت بتاعها. طيب بالمره خليني اجرب اوريكم في اللي هي كريتيف فيوجن، لو انت عاوز تدخل سكتش الاول خلينا نخش في سكتش، نحول مثلا حاجه زي كده اكستيرير نحولها لايه لسكتش، من سكتش تبقى صوره، قصدي سوري، معمول لها ايه ريندر. فمثلا اركيتكتشر، بصوا في اربن او اركيتكتشر ده المودز المختلفه، فممكن اجي اقول له انا عاوز المود ده مثلا، خلاص. وممكن برضو نكتب تفاصيل لو احنا عاوزين، بس ايه انا خليني بنفس الستايل ده كده، وده الريندر مود بتاعنا، واقول له جنريت، هيقلبها لي صوره مترندره بالالوان بالاضاءات بالكلام ده كله. ده اللي هو سكتش ايه تو ايمج. يعني بصوا طلع حاجات عامله ازاي، طبعا بجد الموضوع ظريف جدا، يعني انا شايف كده بصراحة. اهو تعالوا بقى مثلا الصورة دي نكبرها ونقلبها نايت مود، انا بس بكبرها بده عشان كده بالنسبة لي ده حلل لي المشاكل كلها بتاعت ان الصورة ريزوليوشن بتاعها قليل. بصوا دي الصورة اللي ايه اللي طلعت حاجة بالمنظر ده، طبعا يعني حاجة يا جماعة جميلة جدا بصراحة، تمام اهي، توفر عليك وقت الريندر وترفع وتوفر عليك كل الكلام ده كله. طب تعالوا بقى ناخد الصورة دي ونقول له انا عايزها نايت مود من صورة تانية، خلاص خلينا اقفل ده مش محتاجه. نيجي بقى في اللي هي كرييتيف فيوجن، وهروح شادد الصورة بتاعتي اللي انا جبتها دي، ونختار بقى ستايل مود حاجة اكستيرير بالليل.
طبعا برضو الموضوع بيبقى معتمد على الريفرنس اللي انت بتديهوله، يجيب لك ايه الستايل بتاعه. اعمل ابلود، ممكن اجيبها من هنا. طبعا انت ممكن تختار اي مود انت عاوزه، بس انا حاجة اقول له خليني في الايه في الكاستم. ممكن اجي اقول له ضيف لي واختار حاجة تكون فيها بالليل مثلا هنا. تعالوا مثلا نشوف المود ده، او في المود ده ما اعرفش طبعا ده هيطلع لي، بس ده فيه اخضرات كتيره ممكن ما يبقاش مظبوط. فمثلا حاجه اقول له انا عايز تبقى دي الستايل بتاع هي ما اتغيرتش ولا اتغيرت؟ ما اتغيرتش، لازم اعملها تاني اتاكد بس ان هي ايه. هي كانت بتعمل لودنج، فالمفروض ان هو ياخد لي المود ده يحوله لي للمود ده. تعالوا كده نشوف. فعلا قلبهولي بنفس الايه المود بتاع الصوره. تمام. بس فطبعا اتمنى يكون الويب سايت ده مفيد ليكم طبعا، ومستني طبعا اي كومنتات ولا اي حاجه تحت تسيبوها لي. وانتظروني فيديوهات جديده قريب ان شاء الله. شكرا.